مشكلة. طيب أين هم؟ ما هنا تسمي. السؤال ما تسمي. الآن الكيان نعم. ينتخيهم يعني يطالبهم يعني مثلاً إذا وجدنا أن أعلى نسبة من الديون كانت في عهد إبراهيم بلوي عندما تات على إبراهيم بلوي قدموا له تقارير على أن الديون مبلغ معين وسلم النادي واستعد على مسؤوليته اكتشف ان كل يوم تطلع له ديون اكثر مما يتوقع بعشر اضعاف <applause> الان الاداره الحاليه استلمت النادي وصلت في عهد اي اداره سابقه الى هذا الرقم يا دكتور وستصل للادارات المقبله اكثر من 300 لا هل سبق من خلال معاصرتك انت للرياضه السعوديه ونادي الاتحاد ان وصلت اداره او ديون نادي الاتحاد الى اكثر من 300 مليون مثل ما صار في عهد ابراهيم البلوي هذه ديون الله يسلمكم متحركه متراكمة ومتراكمه ومتراكمه وميزانيات طيب أنا حاتم يقول يقول احنا جينا عشان نحل هذه الازمه ما جينا عشان نشتكي للي قبلنا او ان نرمي التهم على اللي قبلنا عندما اتى احمد مسعود رحمه الله وباعش معه اتوا من اجل ان يضعون حلول وان بس لما جأب لما جاء ابراهيم البلوي اذكر الموسم اللي راح واللي قبله نعم فلما سئل اكثر مره عن هذه الديون قال ان هذه تراكمات من ادارات سابقه وهذا الحاصل وتراكمات لان كل اداره مطلوب منها تتعاقد مع لاعبين في فتره صيفيه في فتره شتويه طيب. الغاء عقد مدرب